السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 جنيهات كفارة إفطار يوم في رمضان 2021. خليكم معانا، شوف الخبر، ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سؤال نصه: ما هي كفارة فدية عدم الصيام اليوم الواحد في شهر رمضان لأصحاب الأعذار التي تتطلب كفارة؟ وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال قائلا: فدية اليوم الواحد هذا العام هي 10 جنيهات. يذكر أن الفدية هي ما يجب على المسلم المكلف الذي شق عليه الصيام بأن مرض لا يرجى شفاؤه فأفطر، بقول أهل التخصص من الأطباء، وكان لا يقوى مع مرضه على الصيام، وكذلك العجوز كبير السن الذي يعجز على الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة، فلا يجب عليه نية الصيام من الليل ولا صيام عليه أن أصبح في نهار رمضان، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي يفطرها من رمضان، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقدر هذه الفدية على المختار مد طعام من غالب قوت البلد، وهو مقدار ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضتهما. فمثلا في القاهرة يعطي المسكين مد قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه من طعام أهل القاهرة الذي يقوب أبدانهم ويستعينون به على إقامة أبدانهم، ويمكن دفع القيمة إذ إن كان ذلك في مصلحة المسكين، فإن كان فقيرا ثبتت الفدية في ذمته فيخرجها إن قدر على إخراجها وتخرج من تركته إذا ترك وفاء، وعلى افتراض أنه قوي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه، بل يجب عليه الفدية لأنه مخاطب بها ابتداء مع حالته المذكورة، وتخرج الفدية والكفارات للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه، ويجوز إنابة جمعية أو جهة معتمدة لدى الدولة لتوصيلها لمن يستحقها من الفقراء والمساكين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.